أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الأحد مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي رفع الإجازة الممنوحة للعاملين إلى 18 يوما وإجازة الأبوة إلى 3 أيام. ولذلك أنا باعتقادي أنه يومين ما بيكفوا، خليهم 3 أيام يبقى بين زوجته وابنه. عملنا يومين في قانون العمل عشان نسجمن مع بعض، فشكرا للاقتراح سعادة الأخ صالح العرموطي، لكن بتمنى أنه نصوت على قرار اللجنة. أما النائب وفاء بني مصطفى فقد دار جدلا بينها وبين رئيس لجنة العمل خالد الفناصة حول المادة 15 والمتعلقة بالنقابات العمالية، حيث بينت بني مصطفى أن المادة مخالفة للدستور وتسلب حق المجموعات العمالية غير المنتسبة للنقابات في حال النزاعات. عد الرئيس مذكرة من عدد كبير جدا من هذا المجلس الحريص على الدستور، الحريص على الدستور قبل حرصه على الاتفاقيات والمعايير الدولية. نحن نتكلم عن خلل ونحن سنتبنى عدم دستورية هذا القانون في حال حرمان المجموعات العمالية من حقهم في النزاع العمالي. كل نقابة عمالية بتصنيف مهنها تمثل كافة العاملين المشتركين والغير مشتركين، وعندما توقع النقابة العمالية على أي نزاع عمالي أو اتفاقية عمالية هي تشمل كافة العمال سواء منتسبين أو غير منتسبين. أردت التوضيح وشكرا. لا يوجد أي إحصاءات دقيقة 100% عن أعداد نسب المنتسبين أولا، ف90% 80% 70% ما في أي إحصاءات دقيقة 100% بأعداد المنتسبين لسعادة الرئيس. الفكرة من وراء المادة هاي تشجيع العمل النقابي وتمثيل العمال. سيد الرئيس، التفاوض تماما زي النزاع، يعني بده يتماشى بنفس الأسلوب. احنا عم بنشجع العمل النقابي، احنا بنأيد العمل النقابي، القانون بده يتوسع بالعمل النقابي، واحنا مشكلتنا سعادة الرئيس اذا التفاوض او النزاع مع مجموعة من العمال، يعني اي 3 أو 4 بصير خلاف بيناتهم بيقدروا يجوا يسووا نزاع عمالي. النقابة تمثل كل من هو منتسب او غير منتسب بهذا المجال سعادة الرئيس. ورفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراون الجلسة الى موعد يحدد لاحقا. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.